نرجس أمنية مزدادة في مراكش من أصول صحراوية. ابتديت الفن ديالي في 2008، تلصقت في الفن ديالي في 2008. أما الفن ديالي يعني ابتديت في الصغر، يعني في حفلات المدرسية في دار الثقافة، ولكن فوقاش تلصقت في الفن ديالي في 2008. من ضمن الغناء ديالي يعني كنغني شعبي خليجي راي شرقي شعبي، ومن ضمن الألبومات ديالي كاين مرسول الحب كوفر لالا يا أمل، كان ودي نلتقي زي العسل. ومن الأغاني ديالي كاين فرق الوالدين اللي جاب إكرام ديال فرق الوالدين، كان الجزء ديالهم 12 ساعة بين الفرق ديالهم اللي المدة ديال بدلهم ديالهم عام وأربع شهور. موراها جا فيديو كليب ديال انت في حب غشيم، واخر البوم ليا هو ديال حدك تما اللي كيهضر على خيانه، ديال انه ما بقاش صحبه ما بقاش اخوه ما بقاش حبيب ما بقاش بزاف ديال الحوايج. انا جبت نهاد فيراشان كانني اصغر عريضه، وتنشكر الصحافه. كنشكركم على هذه الالتفاته الطيبه. بالنسبه لنرجس امنيه، فاللي بغا باش يعرفوا المشاهدين المحبين ديال نرجس امنيه، فكونت فريق جديد، فريق مهني بعد ما فسخت العقد مع الفريق اللي كانت تخدم معاه لعده اسباب. والان عندها فريق اللي هو جديد اكثر مهنيه، واللي كيظهر على 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 النجاح ديال نرجس امنيه. نهضر على نرجس أمنية كإنسانة، فنرجس أمنية هي مغنية متميزة لديها صوت رائع اللي كنتمنوا لها دائما الإظهار والتألق. إنسانة طموحة غيورة، دائما كتبغي توصل، ودائما أنك دائما كتبغي تحقق ذاك الشيء اللي كتفكر فيه. كنحمق عليكم